كل واحدة يريد لها نص دقيقة يعني 6000 دقيقة. قال لي زين، لل 6000 دقيقة دوزعها كم ساعة تطلع بالله؟ 6000 دقيقة ها؟ كم ساعة تطلع؟ 1000 دقيقة تقريبا تطلع إلى حوالي 14-15 ساعة. 6000 يعني 6 عبارة عن قريب 90. الستة 6000 قسمها على هالدقائق، شوف الوقت اللي تريده 3-4 أيام يريد لك. نعم، إذا وأنت ما رعد قاعد تقطع بيه. مو عيب عليك شيخنا تكتب هالكتابة. أولا الحسين ما إجا قاتل بمعجزة، لو يقاتل بمعجزة لا يقتل أكثر من هالعدد. مو مسألة معجزة، مسألة شيء طبيعي. لما شيء طبيعي أنت تريد تخدم الحسين، لو تريد تخلي الناس يرمون فكرنا بالخرافة، تخلي الناس يرمون فكرنا بالتفاهة، شو داعيك لهذا؟ شنو أنت يكفيك أن تقول أن الحسين ابن علي ابن أبي طالب؟ كافي. ابن الشاعر الذي إذا نزل إلى الحرب تحاشته الأبطال، خلص سيد شباب أهل الجنة. حكنا تقول تخرطون، علي قتل أكثر القتلى 70 في بدر قتلهم علي، وعلي صعق مدري 80,000 و70,000 من الجن بسيفه، وجبريل مسك إيده ولا كان السيف بيروح إلى سابع الأرض لما ضرب عمرو بن عبدود، وخرابيط ضحك الثكلة عيب. فوق ذلك التطبير والمسخرة هذه. اسمع اسمع ما انتهى كلامه. تطين اعطى الصحيح، لا تجي انت تضع لنا الفاظ من هالنوع تخليها تصير سبة وعار علينا. هذا اللون من العمل او اللون من الكتابة لا تتصور وحده، هذا من وراء يد اثيمة منكرة، من وراء ايادي تلعب دورها. انت قد يجيك يتباكى تشوف لحية وعمامة وتقول والله هذا هدف مشروع. لا، هدفه مو مشروع. اعوذ بالله. يا جماعة شوف المعممين شو يسوون، يقول يجيك واحد لحية وشكل ويتباكى وتقول هدف مشروع. لا، مو هدف مشروع. اجل ايش يبي يا وائلي؟ ايش يبي؟ يجيك يتباكى تشوف لحية وعمامة وتقول والله هذا هدف مشروع. لا، هدفه مو مشروع. نبه له شوية زين. يوم يتهم يقول لا مغفل من وراء يد. نعم، تدير وهو لا يعقل لا يعرف. لا، احنا وجودنا اهم من هذا اللون من الترهات، ونهضة الحسين اكبر من هالتوافه. وضعناك بالاعناق حرزا، وانما خلقت لان تنضى حساما فتشرع، وصغناك من دمع، وتلك نفوسنا نصورها. لا، انك ارفع. تعال حلل لي مواقف الحسين. كل هذا يبي يقولهم تطبيركم في عاشور ليس من الدين، خرافاتكم. ولذلك قال في بداية الكلام لو اني امسكهم لقطهم في البلوعة، لادفنهم في البلوعة. هذول اللي يطبرون. والله قوي قوي يا اخواني. للي عطاء كل موقف من مواقف الحسين يوم الطف هو دنيا ضخمة. نعم، دنيا ضخمة. تتصور اللي يوقف ويعاين الاعداء يبشع ليهم، يعاين اعداء اللي طالعين يقاتلوه، السيف اللي يقطع ودجة، الرمح اللي يصير بجسمه، النبلة اللي تشك خاصرته، يبكي لها الحسين. ليش؟ هذا العمل، هذا العمل الضخم، هذا الجانب الضخم في حياة الحسين، هالروح الإنسانية الكبيرة، هذه الروح العظيمة اللي تخليه ورأيتك النفس الكبيرة. نبه لي، ورأيتك النفس الكبيرة لم تكن حتى على من قاتلوك حقودا. هذا الحسين في عظيم. يا سلام، نفس كبيرة حتى على اللي قاتلوك لم تكن حقودا. إيه، حتى علي على أهل الشام ما كان حقود، حتى الحسن لما تنازل معاوية ما كان حقود. كان قتل الحسين ظلم عظيم عليه وعلى أهل البيت، ما نشك في ذلك. ولكن الحسين رضوان الله عليه غدر به على يد أهل العراق، والحسن تنازل فلم يكن له حقد على أهل الشام، وعلي حارب أهل الشام على الخلافة كونه نصب خليفة للمسلمين ويجب طاعته رضي الله عنه وأرضاه، لم يقاتلهم حقدا ولا تكفيرا. نكمل. عظمته، هذا الحسين في ضخامته، هذا الحسين في عطاء يوم الطف. الحسين ما جاي
يملأ لقرائح خمسة من المخرفين المرتجقة التافهين. لا، الحسين اكبر من هذا. وي 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 خمسة من المخرفين التافهين. اجل ذولي اللي يقعدون في الحسينيات هالايام مخرفين وتافهين. اي ورب الكعبة، اي والله، والله انه صادق، والله انه صادق يا اخواني، تافهين ومخرفين صحيح، واللي يقعد عندهم مخرف وتافه مثلهم. كان في عطاء يوم الطف الحسين ما جاي يملأ لقرائح خمسة من المخرفين المرتجقة التافهين. لا، الحسين اكبر من هذا، الحسين اجل من هذا. اذا المحاولة هاي كانت محاولة للغطاء، للتغطية على عطاء الطف، ولكن عطاء الطف اكبر من ذلك. سيبقى الطف وستبقى تربة الطف تحمل ذلك الدم مشعلا، تحمله صوتا هادرا في وجوه الظالمين. ايا كربلاء يا عبير الجراح. ايوه، لذلك يقول اللي يطبرون ذولي، هل تفرد الوائلي بهذا الكلام؟ لم يتفرد الوائلي بهذا الكلام. الوائلي يقول لو امسك ذولي اللي قاعدين يطبرون واللي قاعدين يعني يقيمون هذه الامور ويقولون انها شعائر الله، لادفنهم في البلوعه،